ضمن الانثى. في حاجه اسمها تغذيه رابعه السلبيه. انا اف اس اتش بطلع اقول الميديا بتطلع لي حاجه اسمها استروجين من جراف. طب انا مفيش جراف ومفيش استروجين، بالتالي مين اللي هيعلى؟ هرمون اسمه ايه؟ طيب بطاقه الرحم، انا كنت بقول نغمه كده للناس مهمه جدا. في جزء بتاع دوره الطمس الغده النخاميه اثرت على المبيض والمبيض اثر على الرحم، حد فاكر الجمله دي؟ تاني، الغده النخاميه اثرت على مين؟ طلعت له يعني هرمون اسمه الاف اس اتش اللي عمل هوصله اسمها هوصله ايه؟ راحت جراف بعت هرمون اسمه الاستروجين اللي بطامت. يبقى انت لازم تحطها ثلاث اشكال ورا بعض، سمعني بقى، النخاميه اثرت على المبيض والمبيض اثر. يلا باشا، النخامي بعت ال اتش راح مفجر جراف محرر بويضه مكون جسم اصفر، جسم اصفر بعد بروجستيرون عمل زياده سمك بطنط الايه؟ فنقول دايما كده النخامي لو مش موجود اثره مش هيبان اثر على المبيض وبالتالي مش هيبان اثر على الرحم. طب الراجل هنا شايل لي اصلا المبيض تماما، يعني مفيش مبيض ومفيش هرمونات مفيش اثر لطنط الرحم، تبقى بطانه طبيعيه. حد عارف يقول الشكل هيطلع عند مين؟ الف. جميل جدا. هو انا لو عندي ست حامل في توأم متماثل عندها كام مشيمه؟ مشيمه ايه؟ طب انا عايز اسمع من الناس، كان في نغمه بنقولها في ست الحامل في توأم متماثل. حامل واحد خصب بويضه واحده وكون لطحه واحده وكوننا جسم اصفر ومشيمه وسولي كام رهن؟ اثنين. الحاجه الوحيده اللي عند الست الحامل في توأم هي الرهل بيبقى اثنين. يعني لو انا جيت قلت لحضرتك عدد اغشيه الرهل، واسمعني في السؤال ده كويس، عدد اغشيه الرهل في التوأم المتماثل بيساوي التوأم غير متماثل؟ راجعها كده، هي الست في التوأم غير متماثل، سمعني، احنا بنطلع كام حوم منوي؟ بيخصبوا كام بويضه؟ بيعملوا كام لطحه؟ بيكون كام جسم اصفر؟ وكم نشيمه؟ وكم حبل سري؟ وكم راهو؟ وكم سلي؟ قلت لك هو ده التوأم ابو الدناك، انما التوأم اللي دايما واحد 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 الا في حاجه واحده اسمه غشاء الرهن هو التوأم عاش جدا. سؤال 57 بيقول أي مال يصف التوأم في الشكل المقابل؟ هو التوأم اللي قدام حضرتك دي فيه اثنين مشيمة واثنين حبل سري، صح كده؟ هسأل ليهم نفس الصفات الوراثية؟ طب ليهم نفس الجنس؟ طب قد يعني قد يقولهم نفس الجنس؟ ايه الفرق في كلمة قد وقلنا لهم نفس الجنس؟ قد في دي الساك، عارفينها؟ قد تفيد مين يا حبايبي؟ احتمال. والله ذكرياتكم حلوه اقسم بالله. السنه الجايه. طب عايز اسال الست اللي بتاخد اقراص بتاخد بتعمل لولة اي وسيله مانع حمل بيوقف الطمس؟ ينفع نوقف الطمس عند الست اللي بتاخد اي وسائل مانع حمل؟ كلام جميل. طب اقرا كده بيقول اي العمليات تتوقف عند امراه تتناول اقراص منع الحمل. الماء بطنط الرحم بتوقف يا شباب؟ يا بنتي الماء بطنط الرحم توقف؟ ولا الانماء ولا زياده السمك ولا الطمس يقف. الحاجه الوحيده اللي بتوقف عمل النخامي وعمل الميبيض. يبقى انا بالتالي بوقف حاجه اسمها تكوين الجسم الايه؟ الله على سؤال 59 ده بيقول لك تكون الخليه البيضيه الثانويه جاهزه للاغصاب في اليوم اقرا اخر الجمله في نهايه الطمس. لا انا عايز اسمع بقى الجمله، عايز اسمع الجمله. هو المفروض تكون البويضه جاهزه للاغصاب في اليوم ال 14 من بدء الطمس، في اليوم الايه؟ 14. طب لو انا بقول لحضرتك بقى في اليوم كام من نهايه الطمس؟ بطلع كام يوم طمس؟ 14. يبقى كام يوم؟ عاش جدا. ممكن تشوفوا لنا السؤال 60 اللي قدامكم ده عشان عينك تبقى شايفه الرسم. السؤال بيقول الصوره المقابله بتركيب مجهري لتغييرات مبيض 28 يوم. من الوسيله التي لا يمكن ان يصاحبها هذه التغيرات؟ انتوا شايفين كام سؤال احنا بنحله على وسائل مانع حمل؟ كل دي اسئله كده امتحانات ثانويه عامه. الشكل اللي انت شايفه ده مبيض انثى بلغ، يعني عمل جراف وعمل جسم اصفر. الايه؟ الاقراص هي الوحيده اللي بتوقف عمل المبيضين. هو مين بيخش للخزيه؟ شريان ولا وريد؟ اي عضو يخش له شريان ويخرج منه ايه؟
فلما اجي اقول لك الشريان اللي داخل الخصيه هيكون اعلى تركيز فيه، هتكلم عن اف اس اتش ولا اتش؟ طب الوريد اللي خارج من الخصيه، الخصيه بتطلع هرمونات تستوستيرون وادروس. طب نفس الفكره بيبيض الانثى بيروح له اف اس اتش و الرجاله اللي ورا لو القعده بقت مش حلوه خدوا بعضكم واطلعوا ورا كمان مره اهو. اللي مش مرتاح يا جماعه احنا مش غاصبين حد على حاجه، احنا جايين مجاني كلنا، فاللي مش عاجبه اتكل على الله ما تعطلش. يا الناس اللي واقفه بره دي احمد عايزه ايه؟ في اصلا مكان؟ يلا مش مشكله مش ناقصتهم مش ناقصتهم. يبقى لو بقول لحضرتك الهرمونات الاعلى تركيز في وريد خصيه ذكر بلد، وريد يا شباب يعني خارج مش داخل، يبقى المفروض تستوستيرون واندروس. اما لما يقول لي اي الهرمونات بيكون تركيزها زياده في الدم الشرياني للمبيض، الشريان داخل المبيض، يبقى اف اس اتش ومين؟ عاش جدا. في ست كان نفسها ما تخلفش لمده 5 سنين وفجاه هبت معاها عايزه تخلف، فقبل اصلا ما تاخد وسيله تعمل تعقيم جراحي؟ هي الست لو عملت تعقيم جراحي ينفع تحمل طبيعي؟ يبقى الراجل بيقول لحضرتك ايه الوسيله التي لا تناسب احدى السيدات اللي بتريد منع الحمل لمده 5 سنوات بس؟ يبقى لازم ما نعملهاش تعقيم ايه؟ عاش جدا. حتى عارف ايه انسب درجه حراره لتكوين الحيوانات المنويه في الخصيه؟ 34 35. يعني لو حطيت الخصية في درجة حرارة 30 ينفع؟ يا جماعة ما احنا كده أقل من درجة حرارة الجسم. قلت له لا يا باشا، هو قال حتى تصبح درجة حرارة الخصية منخفضة انخفاض درجتين ثلاثة، يعني درجة هتبقى 34 تبقى 35. فخد بالك دايما الراجل لما يعملها منحنى أنسب معدل إنتاج عند 34، هتقل عنه هتزود عنه هيقل إنتاج الحيوانات المنوية زي السؤال اللي قدام حضرتك. طب اقروا لنا كده السؤال 70 بيقول: قامت امراه حامل في توأم في الشهر الثاني بعمل اشعه سونار لمعرفه نوع الجنين، فالطبيب اخبرها ان هي حامل في طفلين كلاهما ذكر، ما سبب حدوث الحاله؟ انا عايز اسال السؤال الاول، هو لو الاثنين ذكر انت عندك يقين ان هما توأم متماثل 100%؟ ممكن يكون توأم غير متماثل، بس اهم شرط عند حضرتك النغمه اللي كنا قايلينها، ممكن اسمع من الناس اللي جابت الاولى الثانيه الثالثه الرابعه؟ يعني بصوا كده على الاسئله الأولى الثانية الثالثة الرابعة، فكر. طب أنا هسأل سؤال، هو أنا لو مطلع بويضة ومخصبها بحيوانين منويين ينفع؟ مش ده تضاعف ثلاثي؟ وتضاعف الثلاثي مميت ويسبب إجهاضا للأجنة، يعني الست الحامل في توأم حاجة زي كده مش هيكمل أصلا، يبقى الطبيعي إن أنا أدور يا توأم متماثل بويضة بحيوان منوي، يا توأم غير متماثل بويضتين بحيوانين منويين. يبقى الإجابة الصح قدام حضرتك إيه بقى؟ انقسام بويضة مخصبة بحيوان إيه؟ منوي. ممكن تبص في 21 اخواتكم اللي في طب بالظبط من سنه السؤال ده كان عندهم مشكله، لان كان الراجل بيلعب على حاجه اسمها لغز بصري، عايز العيل عينه شايفه الرسمه كويس، فممكن العيل الهفا اللي ورا اللي بيتكلم ده اهو يخليه معانا كده ويشوف السؤال ده جايز ربنا يكرمه. عايز اسمع من الناس اجابه كده، هل النقطه تبقى الف ولا ب ولا جيم ولا دال؟ وعينك تبقى مركزه قوي لان الراجل عامل 3 اشكال فيهم لعبه. انا عايز اسمع منك اول قاعده، لو بنقول قناه فالو مكانها فين؟ كنت هتقول قناه فالو تقع مباشره امام، والله ما سمعت، تقع مباشره امام. طب انا الشكل